اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئة تحت ذرائع زائفه، طيران الجيش الحكومي يقصف بساتين المخيسه بمحافظه دياله. ونطالع في المدى، موقع بريطاني يقول: هل يمكن للعراق أن يتحدى الجفاف ويصبح سلة غذاء الشرق الأوسط من جديد؟ وجاء في كتابات: الجيش العراقي يرسل تعزيزات لقطع الطريق أمام محاولة أربيل إعادة الانتشار في كركوك. ونقرأ في الجزيرة نت: الحرس الثوري يستأذن روحاني لتنفيذ عمليات انتقامية ضد السعودية والإمارات. ونتصفح في العربي الجديد: غوايدو يدعو لتظاهرات جديدة لإدخال المساعدات الأمريكية لفنزويلا. ونقرأ في القدس العربية: الجزائر مسيرات شعبية مناهضة لترشيح بوتفليقة لولاية الخامسة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: الهند تتهم باكستان بالتورط بهجوم كشمير وتلوح بتكبيدها ثمنا باهظا وبعزلها. أهلا بكم. تبقى منظومة الفساد ومافيا هدر الأموال العامة وسرقة ونهب ثروات العراق إحدى دعامات وصور وسمات العملية السياسية، وما رافقها من نتائج سلبية وظواهر ميدانية أثرت بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي وألقت بظلالها على طبيعة ومسار الأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب العراقي. ولكي نعطي حكومة بغداد التي لم يكتمل تشكيلها لحد الآن ولا زالت تعاني من أزمات سياسية تحيط بجميع الفرقاء السياسيين من أحزاب السلطة المشاركين في العملية السياسية، ماذا نعطيها حقها أو ماذا؟ هذا ما جاء في مقال للكاتب إياد العناس في صحيفة البصائر العراقية. بنظرة فاحصة ودقيقة نرى أن الأهمية المثلى لطبيعة ونسق واجبات هذه الوزارات تجعل العراق وشعبه بعيداً عن الأطر الصحيحة في كيفية الحفاظ على أمنه الداخلي والخارجي وعدم وجود واكتمال الواجبات والمسؤولية الميدانية بتشكيل وزارتي الدفاع والداخلية. وكيف يستمر الشعب في ديمومة حياته والاطمئنان على مستقبله وهو يعيش في بلد يفتقد إلى المسؤولية الميدانية في وزارتي العدل والتربية؟ كيف سيتم تحقيق العدالة الاجتماعية والرؤية الساعية لإحقاق الحق والدفاع عن حقوق المواطن وتأمين التعليم والتقدم والرقي لأبنائه وهو يفتقد إلى المسؤولية الأولى في وزارتي العدل والتربية؟ أمام هذه المعطيات الميدانية والرؤى السائدة في المجتمع العراقي وافتقار الحكومة إلى أدوات حقيقية ونفوذ سياسي وتأثير ميداني لتقول كلمتها أمام الكتل السياسية وأحزاب السلطة في تحديد اختياراتها لإكمال تشكيلاتها الوزارية في وقت أعلنت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها احتلال العراق المرتبة السادسة عربياً والثالثة عشر دولياً في أكثر الدول فساداً في العالم. كاتب يقول: ليس غريباً إطلاقاً أن تسعى هذه الحكومة كما سابقتها من الحكومات التي تشكلت قبلها أن تتخذ من مفردة وعنوان الفساد الحكومي والاقتصادي وهدر الأموال ونهب ثروات البلد شعاراً لها ودليل عمل ميداني لها وتحاول فيها أن تستميل إليها المواطن العراقي الذي أيقن جيداً حقيقة هذه الحكومات وعدم جديتها في أفعالها وفقدانها للأدوات الرئيسية التي تستطيع فيها من إنفاذ مقرراتها بسبب عدم قدرتها على مواجهة هيمنة الأحزاب السياسية المتسيدة للمشهد السياسي العراقي. وختاما نقول: وفق المعطيات المقروءة في المشهد العراقي أن حكومة عادل عبد المهدي لم تستطيع الالتزام إطلاقا بوعودها وإقرار توجهاتها وتنفيذ مهامها الميدانية، وستبقى أسيرة لطموحات وغايات تعود لأحزاب السلطة. هكذا يتساءل الكاتب، وهذا ما ستكشفه الأشهر القليلة القادمة. الحشد الشعبي
ليس بمقدس كما جاء في صحيفة المدى، ولم يكن مقدساً ولا يتعين أن يكون مقدساً كما أريد له أن يكون لأغراض لا تتعلق بفكرته والغاية النبيلة التي انطلق في سبيلها هو الحشد، حيث يتبدل لنا الآن مجموعة من البشر وليست من الملائكة مثل سائر مجموعة البشر، بينها الصالح وبينها الطالح وبينها الجيد وبينها السيء، وكل يأخذ بجزيرة وبجريرة بالأحرى بجريرة أعماله إن كانت صالحة أو طالحة لغايات نفعية ذاتية وحزبية ومذهبية. أريد لنا كما يقول الكاتب أن نقدس الحشد الشعبي تقديسا حتى لا نعارض ولا نعترض على أي أعمال وغايات طالحة أراد البعض أن يزج الحشد الشعبي فيها، ومنها فرض السلطة والنفوذ والاستحواذ على الأملاك العامة والخاصة بالقوة بحسب مقال للكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى العراقية. الدولة صاحبة قوة الحشد الشعبي ومرجعيته تقول الآن إنها اضطرت لدهم مقر للحشد ووقف العمل فيها ومصادرة ممنوعات من بينها أسلحة وأموال منهوبة ووثائق مزورة لممارسة أعمال الابتزاز والاحتيال. لم نسمع من قبل أن الجيش مقدس والشرطة مقدسة وقوات الأمن العام وجهاز المخابرات مقدسة، مع أنها قوات الدولة الرسمية الدستورية التي تستند إليها بحفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة البلاد واستقلالها. الحشد الشعبي أعلن بنفسه في الأيام القليلة الماضية عن قيامه باجتياح مقار واعتقال أشخاص ينسبون أنفسهم إليه ويتصرفون باسمه. بالطبع فإن التصرفات المقصودة هي مما يتعارض مع النظام العام والقانون وغايات الحشد، ومثل هذا الكلام كنا وآخرون نقوله من قبل، ناقلين شكاوى مواطنين من تصرفات حشداوية أو منسوبة إلى الحشد مسيئة للغاية وفيها تجاوز على القانون والنظام العام وحقوق الناس الشخصية والعامة. هل صار معلوماً ومفهوماً الآن أن الحشد بذاته مثل أي مجموعة بشرية ليس مقدساً ولا يتوجب تقديسه؟ يقول الكاتب إذا كانت غايتنا بناء دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وكيانها وشعبها وتتقدم نحو المستقبل، لابد من نزع القدسية عن أفرادها وكياناتها، فليس من الصحيح الدفع باتجاه تغول مؤسسة ما فيها عسكرية وأمنية ومدنية حتى ووضعها فوق الدولة والمجتمع بتقديسها. لا ننتهي من هذا كما يقول الكاتب، لا قدسية للحشد وسواه بحسب الكاتب. جاء في العرب اللندنية يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية: واهم وغافل وجاهل من يحمل سلاحه ويقاتل لا دفاعا عن أهله ووطنه بل دفاعا عن أي من خناقيه الثلاثة، كما يقول أمريكا وتركيا وإيران، وسيرحلون جميعهم كما رحل غيرهم وسيبقى العراق ويبقى أهله العراقيون وسنرى. أمريكا اليوم غير أمريكا الأمس، فهي لن تدخل العراق محتلة كما فعل بوش الابن، ولن تخرج منه خالية الوفاض كما فعل أوباما، فما جنته شيوشها من كوارث على أيدي العراقيين سواء الذين قاوموا احتلالها بوطنية صافية أو الذين كانت تدسهم إيران وتركيا لمنعها من تثبيت احتلالها للعراق ومنع الدولتين الطامعتين فيه من التسلل إليه، كاف لإيقاظها من غفلتها وجعلها تحارب إيران وتركيا دون جيوش بجيوش ولا حديد ونار بحديد ونار. النقطة الثانية أنها وكما هو واضح من جميع قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحالفاتها الجديدة وآخرها مؤتمر وارسو ماضية قدما فيما يخص إيران في سياسة الخنق الاقتصادي والسياسي والعسكري الهادفة إلى تركيع النظام الإيراني وإخراجه دون قتال وبأكثر من صيغة وأسلوب وكلمات، تم إبلاغ القيادة الإيرانية أن أمريكا في حالة تعرض قواتها في العراق أو في الخليج العربي لأي اعتداء مسلح من أي نوع ومن أي وزن سواء من قبل الجيش الإيراني والحرس الثوري مباشرة أو من قبل ميليشياتها العراقية، فإن ردها سيكون ضربات ماسحة
كاسحة لمواقع ومراكز إيرانية عسكرية حيوية ربما داخل إيران ذاتها. الكاتب يقول: أغلب العراقيون غير المستظلين بخيمة الإمام الخميني ووريثه علي خامنئي لا يرون لهم مصلحة من أي نوع، لا في نصرة إيران ولا في نجدة تركيا ولا في إعانة أمريكا على تركيا وإيران. نقرأ في الحياة اللندنية، حيث يقول الكاتب جورج منصور في مقال له بصحيفة الحياة: يعرف عن العراقيين حنكتهم وفكاهتهم وتعليقاتهم السياسية الساخرة، وهم يتباهون كونهم مفتحين باللبن ولا تفوتهم شاردة أو واردة إلا وعلقوا عليها، إذ أنهم من اكتوى بنار السياسيين المتنفذين والفساد الذي يزكم أنوفهم منذ 16 سنة، وهم يفهمون جيدا أنه كلما أراد مسؤول في الدولة تسويف قضية ما وطمس معالمها ورميها في سلة المهملات، فإنه يقوم بتشكيل لجنة خاصة بها. فما بال العراقيين اليوم وقد شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. جاء تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بعد أن سئم المواطن من الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وانعدمت الثقة بينه وبين المسؤولين في الدولة، ولم يتلقى غير الوعود الفارغة. الحكومة التي لم تقدم له خبزاً يسد به رمقه، ولا وقوداً يتدفأ به، أو كساءً يغطيه ويقيه برودة الشتاء، ولا كهرباء تخفف عنه حرارة الصيف اللاهب، ولا دواء يشفيه، ولا مشافٍ تعالجه، ولا مدارس مناسبة لأطفاله. لا أعتقد أن المواطن العراقي سوف يفرح وتنفرج أساريره، ولن يتوهم أن المجلس الجديد سيكافح الفساد ويعاقب المفسدين، لأن في العراق هيئة النزاهة التي تشكلت بموجب الأمر المرقم الصادر عن مجلس الحكم بعام 2004 وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين، كلها تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة دون أن تقدم شيئاً بمكافحة الفساد. العراقيون لا ينتظرون من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إطلاق الشعارات الطنانة ولا الوعود الجوفاء، ولا أن يكون حلقة زائدة ورقماً جديداً مضافاً إلى ما تم تشكيله خلال السنوات 16 الماضية من هيئات مشابهة، ولا أن يتحول الأمر الديواني رقم 70 إلى جعجعة بلا طحين. الكاتب يقول: لم يكن من الأهمية بمكان أن يتم دعم هذه الهيئات والتشكيلات، وأن تمنح الصلاحيات والاستقلالية الكافية لممارسة عملها في كشف الفساد وتحويل الملفات إلى القضاء والمحاكم لمعاقبة المفسدين والفاسدين، بدلا عن تأسيس مجلس جديد ليكون بديلا أو بمثابة إلغاء هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكاتب المفتشين. سؤال وجيه يطرحه الكاتب: إن تشكيل المجلس الأعلى وضم هيئات مستقلة تحت يافطته يعتبر تدخلا في شؤون هيئة النزاهة باعتبارها كيانا مستقلا يرتبط بالسلطة التشريعية وتحديدا بمجلس النواب، ولا يحق لرئيس الوزراء الإشراف على عملها أو درجها ضمن خانة المجلس الأعلى، كون إن رئيس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية، وعلى العراق أن يسير باتجاه فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما هو متوقع، فشلت قمة سوتشي في التوصل إلى تفاهم حول منطقتي شرق الفرات وإدلب، ويبدو هذا من نافلة القول بسبب الهوة الكبيرة الحاصلة بين الجانبين الروسي والتركي، فلكل طرف مطالب. لا يستطيع الطرف الآخر تلبيتها بالنسبة لتركيا مثلاً. تركيا مثلا تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه في منطقة إدلب، وترك مصير هيئة تحرير الشام للدبلوماسية التركية، أي رفض شن عملية عسكرية ضد المنطقة. وتريد أنقرة أيضا منطقة أمنية عميقة في الأراضي السورية تتجاوز 20 كيلومتر، وأن تكون تحت إدارتها. بالنسبة لروسيا فهي تريد تنفيذ المنطقة الآمنة وفق منطوق اتفاق أضنة، مع ما يعنيه ذلك أولاً من تحديد المدى الجغرافي التركي في الأراضي السورية بما لا يتجاوز 5 كيلومترات، يعني ثانياً أن يمر الاتفاق عبر دمشق
أي إجراء نوع من التطبيع السياسي بين أنقرة والنظام السوري وشرعنة وجود الأسد. لا تستطيع تركيا الاستجابة للمطالب الروسية، كما لا تستطيع روسيا بالمقابل الاستجابة للمطالب التركية، خصوصا فيما يتعلق بشرقي الفرات، المنطقة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الطرفين في هذه المرحلة. أما منطقة إدلب فهي أقل أهمية لأنها لا تشكل تهديدا فعليا للنظام، ولم تقم روسيا بأي تحرك عندما شنت هيئة تحرير الشام عملية عسكرية قبل نحو شهرين وسيطرت من خلالها على ريف حلب الغربي وكامل الريف الجنوبي لإدلب. ترفض تركيا أي عملية عسكرية من حيث المبدأ في منطقة إدلب لأنها تضرب عرض الحائط كل الجهود التي تقوم بها لترتيب المشهد الداخلي للمحافظة سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الإداري المدني. فشن النظام عملية عسكرية سيلغي الفوارق بين فصائل المعارضة والتنظيمات الإرهابية ويجعلهما في خندق واحد لمواجهة النظام. كاتب يضيف لروسيا مصلحة في شأن العملية العسكرية من أجل ابتزاز تركيا على صعيد ملف شرق الفرات لإدراكها جيدا أهمية اللاعب التركي في الشمال السوري، فمن دون أنقرة قد يصعب على موسكو ضبط الجغرافية الاستراتيجية في الساحة الشمالية والنظام السوري. من سوريا أيضا مصلحة في ذلك ليس من أجل الحصول على أراضي جديدة فحسب، بل أيضا من أجل إبعاد الأضواء عن الأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا التي بدأت ملامحها في الظهور منذ أسابيع، ومن شأن عملية عسكرية جديدة أن تبعد الأنظار قليلا عن الأزمة المعيشية. في الوطن العماني نقرأ قليل من الذكاء يعرف أن ما يسمى بصفقة القرن لن تكون لصالح الفلسطينيين، وإن كانت كذبة روج لها على أنها حقيقة فليس هنالك سوى تاريخ متكرر من النيات. قمة سوتشي، هذه النيات السيئة التي تلبس لبوس الحل و حققت ما كانت تصبو إليه ورفعت شعاراتها الباهرة ثم ذهب كل إلى بلده من أجل التأمل. ليس هنالك أجمل من التأمل، كما كان يعتقد الجنرال ديغول إنها متعة الإحساس بالأفكار ووضعها على مدار التفكير ضمن نظرة أبعد في قمم تدعو إليها أمريكا تسبقها معلومات من هنا وهناك ومن أجل أن لا تكون نتائجها غريبة أو مفاجئة. كل ما يراد صار معروفا، المهم هي إسرائيل يجب أن تفك عزلتها طالما أن العرب غير منسجمين ومنقسمين. صفقة القرن في كل الحالات ملأها الغبار إن كانت موجودة على الورق. ربما هي أفكار ما تزال في رأس من وضعها، هل هو ترامب أم هو صهره كوشنر أم بولتون أم أطراف أخرى؟ ليس مهماً من يكون الذي أمسك بالقلم وخط حروفها ووضع لها سيناريو الإرشاد إلى التحقق، لكنهم على ما يبدو يريدون تزيين الطريق لها قبل أن يتقرر خروجها إلى النور في لحظة صائبة لها علاقة بحدث أو مناورة. لكنها لن تكون صدمة في كل الأحوال طالما أن الرئيس محمود عباس سماها صفعة القرن، ما يعني أنه على علم بتفاصيلها وقد عرضت عليه أو أنه يريد استباق الأمور. لكن الحالة الأولى هي الأبرز، ليس في السياسة موقف دون ارتكازه على وقائع. مفهوم الصفقة المعروف أنه تجاري بحت، قد يخسر مثل ما قد يربح، لكنه يعتمد على الرهان. أما في السياسة على ما يبدو من أوليات ما يقال حولها، فإنها مرفوضة من قبل الفلسطينيين أولاً ومن غيرهم. ثم هل ما يجري من فك العزلة حول إسرائيل ضمن الممهدات لها، أو هي شعائر أولية لترتيب الصورة ضمن إطارها أولاً وبعده محتواها؟ هذا المقال للكاتب زهير ماجد في صحيفة الوطن العمانية، ويود أن يضيف قائلاً إذا عددنا المحاولات التي مرت في السياسة الأمريكية تحت شعار حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فقد نكون أمام رقم كبير، جلها صفقات وبعضها أفكار ظلت في خزائنها وبعضها الآخر مقدمات لم يكتب لها أن تستكمل. تاريخ هذا النوع من المهمات خابت كلها تقريبا، لكنها قد تكون وهو مؤكد جدا من تفاصيل الصفقة الحالية. ليس هنالك محاولات إلا وتستند دائما إلى ما سبقها.
بعيدا كل البعد عن السياسة، اختارت فرنسا شجرة من السنديان الفليني لتمثلها في مسابقة الشجرة الأوروبية لعام 2019 المزمع عقدها في 28 من فبراير شباط الجاني. واختيرت هذه الشجرة في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2018 لتكون شجرة العام الفرنسية. يذكر أن السنديان البلوط الفليني من الأشجار دائمة الخضرة، ويستخرج من لحائها مادة الفلين، وتزرع على نطاق واسع وشاسع في البرتغال وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر والمغرب وحتى تونس. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.